بشرة وحظوظ مضاعفة لثلاث أبراج بعد طول انتظار ذمئات العبقرية ليلى عبد اللطيف. ففي أبراج أكثر حظا في الفترة اللي جاية زي الدلو، يشهد أصحاب الدلو تغيرات غير متوقعة وإيجابية على الصعيد المالي. كمان الحمل عنده وضع مالي مستقر مع بعض الفرص الاستثمارية الجيدة، لكن كن حذر من النفقات غير الضرورية. كمان الميزان، الميزان يحظى بعلاقات عاطفية مستقرة مع شريك الحياة خلال الفترة اللي جاية.